شهاب لاعب النادي الاهلي. ادي كوره وملعوبه من اللاعب يوسف اسلام ترجع في وسط الملعب للاهلي، استلام ومحاوله من اللاعب يوسف الجندي. بيعدي يا ولد يا يوسف، بيلعبها حلوه قوي لمحمد رضا. محمد بيعدي وبيلعب كره بينيه جميله للاعب اللي امام حضراتكم هنا بقى يوسف الجندي. يوسف يا ولد يا يوسف بيلعبها حلوه ناحيه الشمال. وادي هشام مصطفى، لازلنا بقى في انتظار النجم الكبير عمر سيد معوض، لاعب الهداف واللاعب المتميز جدا الحقيقه الصاعد بقوه الصاروخ. ان شاء الله نشوفه نجم كبير جدا زي والده كده بقى الكابتن سيد معوض اللي تالق كثيرا مع النادي الاهلي ومع المنتخب. ادي كره خطره جدا، وادي بقى حسام عادل. يلا يا حسام 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 حسام، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، ناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، ناس حريفه بتلعب وتجيب اجوان. حسام عادل بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ويسير على خطى بقى النجم الكبير كابتن حسام حسن. ادي بقى حسام عادل يعني يسجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء مشاهدينا لصالح النادي الاهلي. بدايه جيده في الدقيقه 6، في الدقيقه 6 يعني حسام عادل بيسجل، ورقم 6 ورقم 6 يعني ده 6 ده حكايه، ده 6 ده روايه دايما مع النادي الاهلي في مواجهات نادي الزمالك. خلي بالك الهدف سجل في الدقيقه 6 واللي سجله رقم 6، وربنا يمسك بالخير يا خالد يا بيبو، ربنا يمسك بالخير يا خالد يا بيبو. واحد لا شيء للنادي الاهلي،